هذا النشاط البيئي الذي ينظم بشراكة مع شركة سافي أنفيرونمون تحت شعار مدرسة نظيفة أساس بيئة مستدامة. وهذه القافلة التي تنظم من أجل تكوين الطفل النظير في مجال البيئة، حيث تتضمن هذه القافلة مجموعة من الأنشطة تخصص الصبيحة لتنظيم يعني نظافة لفضاء المؤسسة، وكذلك تزيين لهذه مجموعة من الجداريات وغرس مجموعة من الأدراس، بينما ستخصص الأمسية لنشاط بيئي سينظم ورش على شرف النادي البيئي للمؤسسة، يتضمن يعني ورش بيئي حول موضوع البيئة وعلاقة الطفل بها. وكما نعلم فالمدرسة هي نواة المجتمع، وأن أي نجاح أي نشاط لا بد أن ينطلق من الطفل وإلى الطفل، فالتوعية تبدأ من الطفل باعتباره هو جيل المستقبل. شكرنا موصول لكافة أعضاء شركة سافي أنفيرونمون، وكذلك للسيد مدير الإقليمي على منحهم هذا الترخيص، وكذلك لجميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم البيئي من أطر وأساتذة وجمعية الآباء. هاد القافلة اللي قامت بها الشركة كتندرج في إطار ديال بزاف ديال الأكتيفيتي اللي كتقوم بهم الشركة في العام كامل، وسنة 2020 بدينا بهاد القافلة في إطار التواصل والحملات التحسيسية في البيئة ونظافة مدينة أسافي. وهاد القافلة كتشمل ثلاثة المدارس، مدرسة نجاح الأمير اللي فيها حنا دابا، وقمنا ببزاف الأنشطة من بيناتها أنشطة كتخص النظافة، أنشطة ديال السباحة، أنشطة ديال التشجير، أنشطة توعوية. درنا واحد العرض اللي وضح للتلاميذ ووضح للأساتذة والأطر الأعمال اللي كتقوم بها الشركة والأنشطة اللي كتقوم بها الشركة. أدنى جاي مسؤول مع قافلة البيئة والطفل والرياضة، شي حوايج ما كناش كنعرفوهم داك عامل النظافة. شفنا شي واحد كامل أسباب في الشارع ننصحو نقولو ليها ما خاصكش ترمي الأسباب في الشارع، خاصك ترميهم في سلة القمامة. وعدد القافلة ديال البيئة نصحونا بنصائح كامل باش لقينا الأسباب في الشوارع، جمعوهم ونعطو الأصدقاء ديالنا مع نصائح. وكنشكرو على الدعم اللي داروا لينا وهاد الشيء اللي داروا لينا الكوميونيكاسيون نوصلو الأصدقاء ديالنا. كنشكروهم على المعلومات اللي عطاونا باش نستافدو على الحافظة على البيئة. حنايا كتلاميذ خاصة الضرورة خاصة نقولو عائلتنا خواتاتنا ماما بابانا هذا المعلومات اللي عطاونا اليوم. استفدنا من المهمة اللي كيقوموا بها العمال والتعب ديالهم باش ينقلوا لينا الأرزاق قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.